انا احكي لك تاني عن ما رحت الكليوباترا بقى وانا بدور على كان كليوباترا دي متغاظه مني عشان وراها. اول حاجه قاعد بنضف. بتنضف ايه يعني؟ في الارض على حاجه بطلعها تمثال. اوكي. ففوقي فوق راسي بمترين بالظبط حجر موجود لحد النار وزنه 25 كيلو. اوعى تقول لي وقع على حضرتك. انا وقع عليا بجد 25 كيلو؟ والله العظيم يا خبره. لما وقع الحجر عليا انا حسيت بهزه فركبت سبتهم وركبت العربيه والسواق بتاعي يعني سريع جابني المكتب. قلت النشوة مديرة مكتبي يا نشوة انا عينيا مزغلله. رحت لدكتور مش هقول اسمه قال لي ما اقدرش محدش يعمل لك العمليه في مصر لان العمليه دي ممكن تفشل ولو فشلت اجراضها هتكتب فهيوقف حالها. ان انا السبب فطبعا فما رضوش يعملوها. للدرجات دي كانت الخبطه جامده جدا. بقول لك عملت لي حاجه في العين اسمها خرم في المقله عين اليمين. خرم في المقله ده الحجر ساعه ده الكلمه بالظبط بتاعت الحجر دي. فقلت قالوا لي ما فيش حل غير اروح امريكا. فلقيت العمليه هتتكلف 10,000 دولار قلت هدفعهم. اوكي. لا لكن الرئيس حسني مبارك كلمني وقال وعرف ما اعرفش مين قال له وقال قرر ان هو كلم وزير الصحه على حساب الدوله. على حساب الدوله. فرحت اتعالجت هناك قعدت شهر حتى العمليه الاولانيه فشلت وعملت العمليه الثانيه لكن طبعا الخواجه. وانت متاكد ان دي كانت من لعنه كليوباترا؟ تاني بقى بره تاني مره ما حررتش تاني مره بقى في بير كليوباترا قرب كليوباترا في نفس المكان اللي دور فيه على كليوباترا. اوكي. البير ده حزموني ونزلوني بالحزام كان ضيق. اوكي. فقلت لهم حبل يعني تقصد حبل وحزام. فالبير كان ضيق فقلت لهم لا ما ينفعش. بعد شهرين ثلاثه جبنا مكنه والمكنه دي متصله ب بتاع ده زي صندوق وانا نزلت في الصندوق والمكنه بقى بت ايه بتنزل. فحصل نزلتني 20 متر. اوكي. فببص بقى قلت خلاص كفايه بقى خدوني. المكنه وقفت. بفضلت متعلق بين السماء والارض. المكنه وقفت ساعتين. يا خبر. ابص تحت في ميه فوق قاعدين بيصرخوا. عدوا عليك الساعتين ازاي؟ ذمتك في الساعتين طبعا ساعتين ده رعب السنين. عاديك خلاص شاهدت على نفسي. لا ما كلمت ما نادتش كليوباترا اقول لها ما هو هي بنت الكلب دي اللي كانت ضدي. ايوه ما انت ما جيتش قلت لها. الوليه ضدي على خط مستقيم وعايز انا اموت فعملت كل ده ضدي. طب ماشي ما كلمتهاش عشان تعرفوا ان الستات شكلهم شفتي تقول لي برنامج اسمه الستات ما في حد قدكم. معلش معلش ده الست دي اللي عايزه تموتني دي. طب انت موافق على الست دي؟ ايوه كليوباترا ما انتش وراها. انا بدور عليها. هي مش عايزه حد يشوفها يلاقيها. كلامك صح. هي مش عايزه حد يلاقيها. انت ليه مصمم تجري وراها؟